عودة من جديد مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى قضية الحلقة وقضية اليوم. هنتحدث عن النشر الإلكتروني. بينضم لنا من داخل الاستوديو الأستاذ وائل مبارك، خبير النشر الإلكتروني وكاتب لعدد من المؤلفات. مساء الخير عليك. مساء الأنوار، كيف أحوالك؟ الحمد لله. طيب بداية خلينا نعرف المشاهد الكريم مفهوم النشر الإلكتروني. طيب النشر الإلكتروني هو صراحة هو عملية تحويل أو نشر المعلومات للإنترنت بصور مختلفة، إذا كان نصية أو إذا كان صوتية أو إذا كان في شكل فيديوهات. فهو النشر الإلكتروني هو ببساطة يعنى به المؤلفات اللي هي الأدبية والعلمية والبحثية. فحاليا هي أتاحت تقنيات كبيرة وفتحت أفق خصوصا في مجال التعليم والتعلم. ففي عدد كبير من الناس حاليا بقوا يعني مهمومين او مهتمين اكثر بالقراءه على اونلاين. يعني اونلاين، طيب شنو الميزات ممكن نقول اللي بتستصحب النشر الالكتروني بوجهه نظرك اكيد كخبير نشر؟ في حقيقه ايجابيات كثيره جدا. اول حاجه انت بتصل لعدد كبير وهائل من الناس، وحاليا السوق طالب كده يعني زي ما بيقولوا، وعدا كده انت بتصل لفئه ممكن تكون خارج المجتمع بتاعك او خارج الدوله. فممكن تلقى مهتمين وناس بيطلعوا على مؤلفاتك واعمالك من دول ثانيه. بالاضافه لكده نشر المعرفه، انت ممكن تشارك معرفتك دي مع عدد من الاشخاص من الخارج، والتبادل يعني تبادل الخبرات. طب شنو ممكن نقول الاسباب اللي بتخلي الشخص يلجا للنشر الالكتروني بدل ممكن نقول اللي هو التوثيق عبر الورق والكتابات، ممكن نقول الورقيه؟ طيب هو حاليا في يعني عالم صناعه الورق، في يعني ارتفعت اسعار اسعار الورق يعني. صحيح. عموما في السنه اللي فاتت من 20% ل 40%، فبقى في شح في الطلب الورقي. وعدا كده حتى احنا بنلاحظ في الصحف الالكترونيه والمطبوعات الدوريه بيقوا الناس ما بيقراوها وبيطلعوا عليها زي الاول. الناس بيقوا يحبوا الاطلاع اونلاين. ففي اختلاف او في مفهوم خطا يعني الناس بيلخبطوا بين البيع الالكتروني والنشر الالكتروني. طيب فالبيع الالكتروني هو انت بتبيع منتجك او بتعرض منتجك اونلاين اذا كان في منصه وعلى السوشيال ميديا، ولكن النشر الالكتروني انت بتنشر اعمالك اذا كان شعر او اذا كان بحث او كتاب. ممكن يكون كتاب صوتي. حاليا في مجموعة من الناس أو عدد كبير من الناس بيهتموا أنه يطلعوا صوتيا. صحيح. وفي عدد من المنصات ممكن نذكرها لاحقا للكتب الصوتية. وفي كتب منصات متخصصة للكتب السودانية في السودان أو في الخارج. ففي فرص كبيرة لكل الناس أنه يعني يخشوا المجال ده إذا كان هم مبدعين أو مؤلفين، أو إذا كان هم حابين يعني يستثمروا في المجال إذا كان الشركات ناشئة أو غيرها. طيب يمكن يا أستاذ وائل الغاية بتكون واحدة لأي كاتب أو مؤلف، اللي هو أكيد الشهرة أو الربح أو الكسب من خلال الوصول لأكبر عدد من الناس. طيب شنو ممكن نقول اللي هو الواحد إذا لجأ للنشر الإلكتروني أو ممكن نقول إلى هذا اللاين، كيف حيقدر يستفيد ماديا من خلال ممكن نقول المواقع أو الكتابات أو ممكن نقول اللي هو صناعة المحتوى بشكل عام؟ ايوه، هو حاليا ممكن اشرح عن موضوع صناعه المحتوى للسوشيال ميديا مختلف من المواقع الالكترونيه. يعني ممكن تلقى عدد من الكتاب هم بينشروا على السوشيال ميديا وبيعتبروا نفسهم ان هم كده خلاص وصلوا ودي اخر مرحله. طيب لكن صراحه انت لما تلجا لموضوع الارشفه الالكترونيه بيوضح لك انه المواقع الالكترونيه اهم من السوشيال ميديا. لانه انت لما تعمل ريتريف للمعلومات ما من السهوله تطلع على المعلومات اذا كان مقالات او مجموعه كتب في السوشيال ميديا، لانه بتكون ما في سهوله تطلع عليها او تعملها داونلود. لكن انا بنصح كل المؤلفين والكتاب انه يعملوا موقع شخصي. حاليا بقت يعني قيمه انشاء موقع شخصي بقت سهله جدا ومتيسره. الواحد يعمل له مدونه او يعمل له موقع الكتروني وينشر فيها مؤلفاته. اذا كان ماجستير او دكتوره او مثلا اذا كتاب او ديوان. فدي بيسر لك وبتكون فيها عائد مادي برضه من المواقع المتخصصه لبيع الكتب. يعني المواقع المتخصصه بتبيع الكتب كتابك اونلاين، وممكن توصل للمهتمين لغايه باب بيتهم او توصل لهم نسخه PDF. ممتاز.
طيب يمكن الحاجة المتعارف عليه أنه في المكتبات ممكن نقول الكتب والمؤلفات بيكون عندها ستاندر معين فيما يخص التسعيرة. أيوة. لكن إلكترونيا كيف الواحد إذا داير مثلا يخش على موقع معين كيف بتتسهل له عملية الدفع، كيف يعرف الأسعار، فتفاصيل كثيرة المتلقي ما حيكون عارفة أو ما حيكون على علم بها. يلا الواحد إذا عايز ينشر كتاب أونلاين لازم يمر بنفس الخطوات حق طباعة الكتاب. طيب. لازم يحصل على الترقيم الدولي اللي هو ISBN وهنا متوفر مع المصنفات الأدبية في السودان. تمام. فإذا انتصل للمرحلة دي لازم تكون عملت مراجعة نصية ومراجعة لغوية وأجهزة الكتاب ويعني النص بتاعك. فبعد كده لما تمشي المواقع الإلكترونية في المعالم العربي في موقع اسمه جملون وفي موقع منصة نيل وفرات وفي موقع وجيز ده على المستوى العربي. في السودان برضو عندنا موقع اسمه روايتي برضو مهتم بأنه ينشر المؤلفات أونلاين. فلما تمشي تتواصل معهم بسلوك من الترقيم الدولي بالإضافة لأنه أي موقع عنده نسبة سعرية للكتاب. يعني هو بيقول لك نحن بنشيل 20% ونسبة البقية للكاتب. فكل ما بعت أكثر وكتاباتك لقت متابعين وداولات أكثر ممكن تلقى فرص أكبر مع عدد من دور النشر. وفي حتى عدد من دور النشر اللي هي بتطبع بتوزع لك كتابك أونلاين ممكن بعد كده هي تتكفل بأنه تنشره ورقيا ويكون متاح في المعارض الدولية وفي الـ في الـ في الـ كل يعني الفعاليات المهتمة بالكتب. ممتاز. طيب دارين نعرف اللي هو مقارنة السودان بممكن نقول دول الجوار فيما يخص النشر الإلكتروني ثقافة، وصلنا للثقافة المطلوبة لأنه نحن نقدر ننشر كل محتوى نحن حاسين أنه ممكن يكون مفيد في يوم من الأيام عبر المواقع الإلكترونية؟ أيوة. نحن حاليا في السودان والله صراحة في مبادرات ممتازة جدا وعايزة مزيد من السبورت والدعم إذا كان من الأشخاص أو من المؤسسات. فزي ما قلت لك موقع اسمه موقع روايتي، وتاني عندنا مبادرة الباحثين السودانيين، هم مجموعة متخصصة في البحث يعني عندهم عدد كبير من المؤلفات النشروها ومتاحة في الموقع الإلكتروني بتاعهم، إصدارات بحثية علمية أكاديمية وعدد كده هم عندهم إصدارات يعني آخر تقرير صدر اسمه واقع البحث العلمي في السودان. فالتقرير ده متاح لكل الناس المهتمين بالبحث العلمي. تمام. والمهتمين بالكتابة، فيه أرقام كثيرة للباحثين والإصدارات السودانية، وعدد من الباحثين المتواجدين في دول الخليج والمهجر هم نفسهم عندهم إصدارات يعني منشورة عبر الموقع ده. فالمبادرة دي أنا من هنا بحيي دكتور أنور طبعا الله هو مؤسس المبادرة. فعملوا مجهودات كبيرة لحتى طلاب المنح عندهم دليل الإشهادات للطلاب يعني راغبين أن يبحثوا عن المنح ويقدموا فيها. ففي مبادرات جميلة لكن صراحة عايز دعم إذا كان يعني في البنية التحتية انترنت بسرعة معقولة أو يعني خدمات الاتصالات تكون أفضل. ممتاز. طيب خلينا نتكلم شوية اللي هو عن صناعة المحتوى الرقمي أو كتابة أي محتوى رقمي سواء كان مؤلف أو غيره، في قواعد ممكن تكون معينة أو ثابتة؟ المحتوى الرقمي كل يوم والتاني بتظهر فيه تقنيات جديدة وبتطور وإنت كما متابع وكما بتقرأ ما بتتحصل على التقنيات اللي بتظهر ووسائل يعني أنك تخلي موضوعك يبقى ترند ويكون متناول بين الناس. ففي منصات عديدة لإدارة المحتوى في السوشيال ميديا، هي مثلا عدد من المنصات منها فيس ليفت منها فالكون، دي أبسط بسيطة لكن في منصات كبيرة برضو بتفيد الناس المتخصصين اللي هم إذا كانوا وكالات أو أشخاص بديروا حسابات لمجموعة من الأشخاص. ممتاز. ففي منصات تانية لإدارة المحتوى للمواقع الإلكترونية منها موقع منصة جملة منها موقع وورد بريس، فدي بيسهل لك أنك تدير المحتوى بتاعك وتشوف العدد الفيزيتور اللي هم اللي عملوا كليك والعملوا داولاد صفحتك وقعدوا كم في الموقع بتاعك. فدي الإقراءات دي بيسهل لك أنك تطور المادة بتاعتك، أن يكون عندك يعني موقع متنوع فيه فيديو فيه صورة ما يكون كله نص. ففي تقنيات جميلة جدا الواحد كان يطلع عليها وبحث
بتفيده في انه ينشر مؤلفاته او المحتوى بتاعه الرقمي اذا كان في السوشيال ميديا يصل لاكبر عدد من الناس ان شاء الله باذن الله. واكيد نحن سعيين لانه خدمه النشر الالكتروني تكون متاحه لكل السودانيين اكيد، لانه الابداعات كثيره في صناعه المحتوى تحديدا اللي هو الالكتروني. وشاكرين لك جزيلا استاذ وائل مبارك خبير النشر الالكتروني كاتب ومؤلف لعدد من المؤلفات، شكرا جزيلا لكم تضيف معنا. شكرا. شكرا لك.